صباح الورد يا استاذ ابراهيم، منورنا. صباح الفل. ازيك يا كابتن؟ مبروك اولا. الله يبارك في حضرتك. طب احنا طبعا يمكن كتير من المصريين ما عندهمش خبره او معلومات قويه عن رياضه السومو او المصارعه اليابانيه، او ان البعض لسه ما يعرفش ان احنا عندنا فرق في المجال ده. اولا احكي لي عن ظروف البطوله دي، كم لعيب مصري كان مشارك فيها، وايه المراكز اللي قدرتوا تحققوها، وبعد كده اروح معاك للعب. تمام يا فندم. هم اللعيبه المشاركه في البطوله كانت حوالي الميزان 85 كيلو. تمام. وكان اللاعب عبد الرحمن الصوفي حصل فيها على المركز الاول، وميزان 100 وكان اللاعب فيها محمد رضا وحصل ايضا على المركز الاول. عبد الرحمن عثمان ومحمد رضا مركز اول. نعم، عبد الرحمن عثمان ومحمد رضا دول المركز الاول. كان عبد الرحمن عثمان ولاعب وزن ال 115 كان اللاعب يوسف عبد الوهاب. وحصل الاول. تمام. والوزن الثقيل والوزن المفتوح حصلت فيهم على ترتيب عام اول على البطوله، مركز اول بقى انا ابراهيم عبد اللطيف. الكابتن رامي بلال والكابتن عبد الرحمن عثمان حصلوا برضه على المركز الاول. يعني احنا عندنا ده اكتر من ثلاث لعيبه كمان، مش ثلاثه فقط اللي حصلوا على الميداليات. لا احنا منتخب ده كده، انا كده حاطط لك منتخب مصر كله. تمام. يعني كام لعيب في منتخب مصر كله توج بميداليات؟ ايوه. ما شاء الله. كام لعيب تقريبا في المنتخب؟ موجودين. كام يا فندم؟ ستة يا فندم. ستة. ألف مبروك، وده شيء مشرف. طب كم فرقة بتنافس في بطولات السومو، وهل هي منتشرة على مستوى الصعيد الأفريقي؟ أيوة يا فندم، احنا شارك فيها في بطولة أفريقيا 7 دول. تمام. كنا احنا أقوى دولة. احنا مصر أصلا على مستوى العالم المصنفين رقم 3. ثلاثة على مستوى العالم. روسيا واليابان. بعد روسيا واليابان احنا الثالث على مستوى العالم في رياضة السومو. احنا الثالث على مستوى العالم وسط أكثر من 35 دولة. تمام. فاحنا يعني الحمد لله ماسكين مركز كويس، يعني احنا اقوياء جدا في السومو. طب وفي البطولات العالميه حضرتك بتقول احنا مركزنا مشرف، بس هل بيبقى عشان نعرف هل بيبقى زي في برضه ما يشبه مثلا الكاس العالم او البطولات بتشارك فيها مثلا منتخبات كل القارات وكده؟ يعني بنفهم منك معلومات اكتر عن هذه الرياضه. هي معلومات بمعنى كلعبه ولا معلومات ايه؟ لا اولا كلعبة. هل ليها بطولات دوليه بتشارك فيها كل الفرق مثلا على مستوى العالم؟ يعني لما مصر طلعت التالت عالميا ده مثلا كان فيه كام فريق على مستوى العالم مثلا؟ تمام. هي اللعبه دي بيشارك فيها العديد من الدول، كانت اشهرهم روسيا، اليابان، مصر، بولندا، اوكرانيا. كلنا بنوصل، يعني المجموعه اللي بتوصل للمربع الذهبي هي بتبقى حوالي الخمس دول دول او الست دول دول. لعبه كلعبه اشرح لك اللعبه. لعبه السومو هم عامله زي المصارعه زي الفرم بالظبط. نعم. تمام. بس احنا لعبتنا اصعب شويه، يعني فرم جابر عندهم الحلبه بتاعتهم. لو انت خرجت فرم جابر بره الدايره انت بتخسر نقطه. لا في السومو انت لو خرجت بره الدايره بتخسر خالص، فبيبقى في ضغط كبير جدا على اللاعب. طب. وبتحتاج طبعا قدره بدنيه كبيره جدا. في تدريب في مصر؟ يعني في نقدر نقول تدريب متقدم في اللعبه دي في مصر، او اهتمام، خلينا نقول اهتمام يعني كمان بيها. هو يعني هي الالعاب الرياضيه يعني الفرديه كلها تماما بتبقى محتاجه يعني بدعم كبير. تمام. بدعم كبير مش من الاتحاد، هو الاتحاد متوفر معانا جدا. عندنا واحد زي الكابتن احمد خليفه، ده كابتن منتخب مصر، ده واحد واقف معانا بمجهوده الشخصي ومجهود البدني، ويعني واقف معانا بكل حاجه. والباشمهندس مطيع رئيس الاتحاد والاستاذ مرزوق. يعني في اهتمام، في اهتمام. كلهم يعني ناس محترمه واقفين معانا، لكن المشكله الرئيسيه من الوزاره، يعني احنا محتاجين دعم من الوزاره، نقعد معسكرات اكتر عشان خاطر نعرف ننافس. يعني احنا ما يعني ما يعني ما بنتمرن زياده، معسكر زياده،
لكن احنا بنسافر بطولات. احنا ما شاء الله يعني كل واحد بيجي من بيته بيروح يتمرن اسبوع قبل البطوله او اسبوعين ويحقق نتيجه. اعتقد ان الرساله دي وصلت، وخاصه ان انتم حققتوا كلكم ميداليات على المستوى خلينا نقول القاري والافريقي، وانت بتقول ان منتخب مصر في السومو يمكن في المستوى الثالث او في المركز الثالث عالميا. بنبارك لكم مره ثانيه كابتن ابراهيم، وايضا كل مباركاتنا لكل الابطال اللي شاركوا في بطوله افريقيا للسومو.